مشتركة، هي في الحقيقة مشاركة استثنائية كما يعرف أكيد المختصين والمتابعين لأغنية الشعبي. أغلب مغني الشعبي هم رجال، لكن الفنانة الجزائرية صاحبة الصوت والنغمات الصوتية تشارك. نتشرف ونسعد بمشاركة نسائية ضمن المسابقة من ولاية تيبازا. تحضر معنا المشتركة بوعاش ابتهال غفران، عرضنا تحية كبيرة لها، راح تقدم استقبال مسموم. وكذلك طقطقة جهلت كل صاحب وتختم بمخيص وحدة الغزيل، وحدة من غزلات الجزائر، الفنانة بوعاش ابتهال غفران، كل التوفيق. Thank you.
أبناتي يا غفران. وعاش ابتهال غفران بنت الجزائر من تبازات. تحية مرة أخرى. خليني نذكر أنه أشهد الكريم نشوف هذا التوقيت هو نفسه في الشاشة أمام المشتركة والمشتركين. وكذلك نقدم لك شهادة مشاركة موقعة من الدكتورة صوليا مروجي وزيرة الثقافة والفنون ومحافظ المهرجان الأستاذ عبد القادر بن دعمش، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب أسعد بدعوة السيد رئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون الأستاذ محمد سيدي موسى يتفضل مشكورا لتقديم شهادة المشاركة ومجموعة من الكتب للصوت النسائي الوحيد للأسف المشارك معنا في هذه الطبعة. نتمنى طبعا المقبلة إن شاء الله يكونوا مشاركات أكثر للأصوات النسائية. نذكر أنه 16 مشارك من أصل قرابة 50 صوت تقدم للمسابقة يمرون أمام الحضور ولجنة التقديم التي تقوم بترتيب وتحضير السيدة الوزيرة الدكتورة صوليا مروجي تقدم دعم كبير لمعاش ابتهال غفران. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق في مراسم الاختتام التي سنتعرف فيها.